وشط ومضربين شايلين حكاوي كتير، أجيال بتلعب من زمن من العجمي لحد أبو قير. دي اللعبة الشعبية الأولى لكل اسكندراني، وتراث كبرنا عليه وفينا ساب تأثير. اللي ملوش ماضي مستقبله مجهول، وإحنا تاريخنا طويل ومسيره لسه يطول. الكورة نجمة بعيدة واللي غواها ينول، والدنيا سكة سفر للي غوى مشاوير. صباح الفل يا كابتن محمود. صباح الجمال يا استاذ بشر، منوره اسكندريه. الله يخليك، منوره باهلها. اسكندريه جميله الحمد رب العالمين، وفعالياتها مختلفه جميله باهلها واهل مصر. الزوار اللي بيجوا يعني ضيوف عندنا من جميع المحافظات هم اللي بينوروها بصراحه يعني. الله يخليك يا كابتن محمود. انتوا بقى، انا مثلا ما كنتش عارفه ان في فعاليات كده، ده كل رمضان قبل الفطار ولا هي لعبه الراكت ديت يعني تعتبر لعبه فولكلور شعبي رمضاني؟ رمضاني يعني. لو حضرتك تنزل الحواري حاليا دلوقتي في الشوارع هتلاقي كل شاب وكل عيل صغير ماسك مضرب وعمال يلعب. فعلا في رمضان. لو خوطنا جوه كده سكه حديد هنلاقي سكه حديد. حضرتك تعدي الكوبري كده اهوت هتلاقي، لو تيجي الكاميرا هتشوف الشوارع كلها، في الحرمين، في المنتزه، شارع جميع الشوارع المحيطه بالمنظره، وجميع شوارع اسكندريه بلا استثناء يعني. الالعاب دي بتبقى رالي كده يا كابتن ولا بتبقى بنقط وكله؟ والله احنا حاليا بصدد انشاء اتحاد للعبه. اتحاد للراكت. اتحاد للراكت. فبفضل المولى عز وجل كنا احد مؤسسي نادي اجيال التابع لمديريه الشؤون التضامن الاجتماعي، والعبد لله برضه اسست اول نادي تابع للشباب والرياضه، نادي المنتزة الرياضي. ادخلت فيه في 2019 لعبه الراكت. يعني ووضعنا ليها قوانين وعملنا ملعب، يعني ملعب احنا لسه يعني اتطمس حاليا. عملنا اول مسابقه رمضانيه للعبه الراكت في مصر. بنقط بقى بجوائز. النقط عباره عن ايه؟ الملعب 12 متر. كل لاعب واقف في 6 متر. الاتنين لعيبه هم فريق واحد. بيظهروا مهارتهم استعراضي انه الكوره عدد مرات رايح جاي بين اللاعبين، وعدد سقوط اكبر عدد مرات رالي في مده زمنيه معينه. سرعه بقى. سرعه. سرعه وقوه. الفريق اللي هيبقى فايز بقى اللي هو هيجيب اكتر عدد ضربات واقل عدد سقوط. فكرة حلوة. يعني بتعتمد على التناغم بين الاثنين لعيبه. التناغم بين الاثنين. تمام، الله ينور عليك. هي عمليه يعني بتبقى مشتركه بين الاثنين لعيبه. الاثنين لعيبه مش منافسين، لا ده فريق واحد. واللعبه الوحيده كل ما السن بيكبر كل ما بيزداد خبره اكتر من الصغير، لانه مش لازم يجري قوي، هو واقف. لا مش لازم، هو واقف طبعا، لكن هو متحكم انه فمعظم اللاعبين يعني في عندنا لاعبين بيوصل سنهم 80 سنه ما شاء الله. عندنا انا 62 سنه طلع معاش بقالي سنتين ما شاء الله، وبنمارس اللعبه من الثمانينات. بس في برضه اطفال وشباب. انا شايفه عندنا اطفال وسيدات. عندنا طبعا ان شاء الله كابتن انجي هتحضر، ديت اسست اول فريق راكت للسيدات في اسكندريه، بتلعب في نادي الاتحاد وفاروس. ممكن اشوف مضرب حضرتك؟ اتفضل يا فندم. الكوره كره تنس عاديه؟ كرة عادية. ايوه، بس المضرب ده انا اسمع ان في ناس معينين بيعملوا الحاجات دي عمولة هنا في اسكندرية. ايه المواصفات اللي لازم يتعمل عليه؟ المفروض يبقى اهم حاجة يبقى مفرغ وخفيف. خفيف. بيكون المضرب من 3 طبقات. الطبقة اللي في الوسط بتبقى مفرغة عشان تعمل الصوت ده وتمتص الكورة. الطبلة ده هي وتعمل ردة كورة أقوى. وصوت طبعا يعني لاعب الراكت بيحب الصوت. بيحب الصوت الراكت. طبعا دي نغمه عنده، سيمفونيه. كابتن محمود، في البيت لما بتقول لهم مع السلامه انا رايح الراكت كل يوم، في حد مراتك او ولادك او كده بيجوا معاك ولا بيلعبوا؟ لا لا بيلعبوا يعني. عندي بنتي ندى يعني الحمد لله يعني لعيبه، بس طبعا عشان الامتحانات ما تقدرش تيجي. عندي سميه وعندي مريم. لكن يعني ولادك بيلعبوا؟ لا بيلعبوا بيحبوا الدقه. محدش قال لك مثلا ده ايه تضييع الوقت ده يا بابا؟ الاسكندريه كلها بتحب الراكت. بتقول لي ان في سياح بيجوا يقفوا معاك؟ سياح طبعا بيحبوا اللعبه وبيجوا يلعبونا وبيوقعوا بالقلم على انا شايفه ان انتوا في وسطيكوا كمان ناس ذوي احتياجات خاصه. طبعا. وان هم شاطرين وبيلعبوا قدام بقى. عندنا طبعا كابتن وليد محمد دوت نجم فريق المستقبل لكره السله. ده برضو علمته الحمد رب العالمين ودربته. انا عاجبني يا كابتن محمود ان انت عندك روح جماعه كده وروح انبساط وعايز تبسط الناس اللي حواليك. خير الناس انفعهم للناس. صح. خير الناس انفعهم للناس. صح.
الواحد بيحس بسعاده لما بينظر السعاده في وجوه الاخرين. كابتن محمود هتعرفني على كابتن انجي اتكلم معاها؟ اكيد كابتن انجي موجوده، دي يعني احد العناصر النسائيه في اسكندريه. أيوة، وعندنا برضو كابتن موريس دوت، يعني ده معلمنا الراكت يعني. كابتن موريس طبعا. طب ينفع نقابل كابتن انجي وكابتن موريس لو ينفع؟ تحت امر سعادتك يا فندم. الله يخليك يا كابتن محمود. لعبة الراكت ظهرت لأول مرة كرياضة فردية في القرن ال17، ونقلها ضباط الجيش البريطاني أيام الاحتلال لإسكندرية. اهتم بيها الأجانب أكتر زي اليونانيين مثلا، ومع الوقت بدأت تنتشر في شاطئ الطاحونة في سيدي بشر، وكانت بتتلعب كل يوم بعد صلاة الفجر. النهاردة الراكت بيتلعب في كل حتة، خصوصا في رمضان قبل الفطار على كل أرصفة إسكندرية. سرعة الكورة أثناء اللعب مع صوت اللعيبة المليان حماس، مع كل ضربة مضرب وضحكة من القلب وتشجيع، بيقول إن الراكت هيفضل لعبة اسكندرانية خالصة بتعبر عن اسكندرية وروح شعبها المحب للحياة والحركة والانبساط. كابتن إنجي، عرفيني أخطائي بقى. دلوقتي الكورة بتيجي في حتت غريبة وتنط في حتت غريبة، ليه؟ بصي، اولا اول حاجه المفروض ان انت تحافظي عليها ان انت تعرفي ان اللعبه دي لعبه نشان. يعني ايه؟ يعني كوره دلوقتي جايه لي، انا بستقبلها ازاي؟ بستقبلها في نص مضرب. يعني المفروض ان الكوره تبقى جايه انا استقبلها كده اهو في نص المضرب، تمام؟ يبقى لو جات لي تحت انا بعمل مضربي كده، لو جات لي فوق كده. المشكله ان في ناس لما بتيجي تلعب مثلا بتبقى بتلعب لعبه ثانيه زي التنس مثلا، فدايما لعبهم يبقى كده كله فور هاند فور هاند فور هاند، ما عندهوش بقى السماتش والباكات بتاعتنا، تمام؟ هي الباك بتاعك مختلف عن التنس. طبعا الحركه التكنيك بتاع جسمك كله بيختلف طبعا في التنس عن الراكت. انجي، انت عندك ولاد؟ عندي رقيه ومحمد. رقيه ومحمد بيلعبوا رقيه؟ رقيه بتحب الراكت جدا، بس محمد لا، العاب قوه بقى، يعني ميوله مش كده، هو دايما البنات بتحب قوي العاب المضرب. طب وفي بيتك ما بيقولكيش يا انجي ما تتهدي اقعدي في البيت طول النهار سرحه؟ كتير جدا كتير جدا. انت بتلعبي من وانت صغيره؟ انا والدي اصلا كان بيلعب بقاله 40 سنه الله يرحمه، يعني كان بيلعب، فهو حببني كمان في اللعبه من شكله هو بيلعب، من اصراره ان هو ينزل حتى في النوة، لا انا هنزل العب، الدنيا حر جدا احنا في اغسطس وميتين، لا انا هنزل العب. فانا الاصرار ده هو اللي عجبني، هو اللي خلاني شدني للعب. مامتك بتلعب كمان؟ إيه لا، ماما ما كانتش بتحب الالعاب دي بسبب ان شغلها كان كتير جدا، ما كانتش فاضيه للاسف. طب وانت بنت يعني حبيتي تطلعي زي باباكي، ما قلتيش ان لا اطلع كده زي مامتي ما بلعبش؟ لا انا حبيت اللعبه، وحبيت كمان حته ان انا لا كسيده هيبقى في تميز اكتر، غير كل رجاله بتلعب راكت. صحيح. لكن لما يبقى في ست وهي اللي بتلعب راكت وممكن كمان تدرب. انت بتدربي بنات برضو ولا بتدربي بدرب بنات واولاد؟ رواد أطفال. الرواد السيدات في النوادي، يعني رحت نادي الاتحاد، عندي دلوقتي فريق الحمد لله وصلنا ل 85 ما شاء الله لاعبة. عندي في نادي المحافظة برضو بقينا 35 لاعبة، في فريق هنا وفريق هنا، دخلت كمان نادي سموقة الحمد لله، والخطة الجاية إن شاء الله نادي الأولمبي بإذن الله. يعني دي دلوقتي شغلتك ولا أنت عندك شغلة تانية؟ أيوه هي دي خلاص. أنت مدربة راكت؟ حبيتها خلاص. فيعني بصي أنا نفسي اللعبة لو تخش اتحاد، بس يبقى أنا كده خلاص بقيت حد قانوني. أنت عايزة اللعبة تخش الاتحاد؟ نفسي، هو دي الحاجة الوحيدة اللي فاضلة. إحنا كل حاجة متكفلين بيها، المضارب الكباتن بتاعتنا بتعملها، الكور بنعرف نجيبها، لو يونيفورمز أو أي حاجة تانية بنعرف نعملها، كل الحاجات دي إحنا بنعملها، إحنا طالبين حاجة واحدة بس، إن إحنا نخش اتحاد بس، هيساعدنا كتير. أنتي لما بتشوفي المنظر ده في رمضان، لما بتشوفي الناس حواليكي راحة جاية والناس جاية بعائلاتها وكلهم مرصوصين وأعداد كبيرة قوي كده وأنتي جزء من ده، بتحسي بإيه؟ هي دي اسكندرية. اسكندرية وأهلها كده بس، وغير كده أنا أستغرب، لكن ده أنا مش مستغربة لأن هم دول اسكندرانيين بس. سلام. طيبة يا أنتي. أنتي يا جميل. جميلة حبيبتي. كابتن موريس. نعم. حضرتك من المخضرمين في اللعبه دي. طبعا. بقالك كام سنه بتلعب راكت؟ لا كتير، ولا 60 سنه. لا 60 سنه بتلعب راكت؟ ابتديت وانت صغير قوي. طيب. كل العيال الاسكندرانيه بيلعبوا راكت. طبعا، بس اللي هو اهاليهم بتلعب اصلا راكت، فيبقى عنده استعداد انه يعلمه. مضرب حضرتك يا كابتن موريس. ممكن ابقى اشوفه؟ قوي. انا حسيت هو تقيل قوي يا كابتن موريس. تقيل يعني مضرب كابتن محمود حسيته اخف. لا خفيف خالص. خفيف. انت ليه بتفضل المضارب التقيله دي؟ ما يا دوب ده على قد ايدي، لان انا من زمان
بلعب رياضه كمان اجسام ومصارعه وبتاع فعلا. كابتن موريس انت بتعمل المضارب دي عموله زي كل اللعيبه صح؟ عمول لازم فتقول لان الراكيتات اللي موجوده في السوق ما تنفعش. المضارب زمان يا كابتن كنت بتقولي ان هي حجمها اكبر من كده لان كانوا فطاح زمان. انا شايفه هنا في رزع جامد قوي جامد. مش اي حد يقف قدام الناس زي عشان يتشاط عليه. يعني يختلف ايه ده عن التنس؟ يعني انا مثلا بعرفش لازم انا اوصل الكره في الراكت لازم اوصل الكره لغايه عندي وانت توصليها برضه بالتالي لغايه عندي حتى لو شطت عليكي برضه تصديها لان الصد ده في فن شويه يعني اصدها واردها لك هو ده الفن فيها لازم لكن حضرتك بتلعب راكت من لما كان اللعبه على الشواطئ تحت من زمان من ايام ما كنا في الشاطبي يعني ده اول ما ابتديت لا اول ما ابتديت عندي هناك عند البيت فين في محرم بيه تحت العماره ايه عادي في الشارع يبقى واحده على الرصيف ده وواحده على الرصيف ده ويتلعب اللعب لان كان زمان ما فيش عربيات كتير الشوارع فاضيه فكنا نلعب براحتنا هو حضرتك بتشتغل ايه انا مدير عام كنت مدير عام وكان عندك وقت لكل الرياضات دي مع العمل طبعا لان انا كنت بقسم لعبي يعني كمال الاجسام دي يعني واخده 3 ايام من الاسبوع بتاعي اما مثلا لما كنت اروح العب ادم او باسكت او طاير او اي حاجه من دي ببقى ايه عامل لهم حسابهم ميرسي يا كابتن موريس مبسوطه اني شفت حضرتك وانا كمان كل سنه وانت طيب وانت طيبه ست الكل الله يخليك يا كابتن وعلى الله اكون يعني اضفت حاجه اضفت 100 حاجه يا كابتن الله يخليك يا كابتن ميرسي يا كابتن كابتن محمود ميرسي على الجوله الجميله دي في عالمكم الخاص جدا احنا تشرفنا بيكم طبعا وسعدنا بلقائكم جدا يعني يا استاذ رشا وانا اكتر يا كابتن ربنا يكرمك كابتن احنا عشان انتوا ما تنسوناش دايما لما بنقابل ضيف فنان زميلنا اسمه عبد الله بيعمل بورتريه وبنسيبه لحضرتك عشان تتذكرنا بيه شكرا يا عبد الله ما شاء الله دي حاجه جميله جدا يعني اهو يا كابتن شكرا شاكرين جدا الف شكرا شكرا فنان ان شاء الله يكون عجبك يا كابتن شكرا محمود شاكرين جدا خيرك يا كابتن شكرا فنان تشرفت يا فنان الله يخليك كل سنه وحضرتك طيب كل سنه فنان دي مش مجرد هواية الراكت له أصول من حدفة الكورة السما لقوة الخبط وعشان تراثنا يعيش ونكون سوا على طول من حبنا في الراكت أسسنا ليه ربط عجوز في وقت اللعب أرجع شباب تاني وأكسب وأنا مغمض وإيدي مربوطة حريف ما جاش زيه ولا يجي من تاني الكورة طول عمرها على إيدي مظبوطة